كشف الإعلام العبري عن الخطة الإسرائيلية لليوم التالي للعدوان على قطاع غزة، والتي تتضمن إقامة منطقة عازلة داخل قطاع غزة وبناء معبر في موقع جديد قرب كرم أبو سالم، على أن تكون إدارته بإشراف مشترك بين إسرائيل وأمريكا ومصر وفلسطينيين. وسيطر الاحتلال قبل حوالي شهرين على معبر رفح، وأعلنت القاهرة رفضها فتح المعبر من جانبها دون وجود إدارة فلسطينية. وعلى الجبهة اللبنانية يستمر التصعيد والقصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال وسط تهديدات إسرائيلية بتوسيع الحرب، وتعرضت بلدات لبنانية حدودية لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف. مشاهدينا، وأجدد ترحيب ضيفي هنا في الاستوديو السيد يحيى حرب الباحث في شؤون الشرق الأوسط، كما أجدد ترحيب ضيفي من اسطنبول دكتور عبد الرحمن الفرع الباحث في العلاقات الدولية. سيد يحيى حرب، هل اقتنع أخيرا نتنياهو بضرورة بحث ما يسميه الاحتلال والولايات المتحدة باليوم التالي للحرب، وتوصل الاحتلال إلى هذا التصور؟ لا أعتقد أن هناك تصور متماسك يبديه الاحتلال. حتى الآن هي مجرد يعني تصورات ومشاريع جزئية ويعني مقتطعة من هنا وهناك غير متكاملة. الإسرائيلي يعرف قبل غيره، هو صاحب تجربة في هذه المنطقة، ويعرف أن كل الإجراءات التي سيقوم بها لن تؤدي به إلى الأمان الحقيقي أو الأمن الحقيقي. أصلاً عندما انسحب من قطاع غزة منذ سنوات لم يكن يحلم أن يأتي 7 أكتوبر، نعم. ولم يكن يتوقع ذلك، واتخذ كل الإجراءات الممكنة في حينه، كل الإجراءات والصورات لخنق الشعب الفلسطيني، وخاصة بعد حصار القطاع، بعد الانتخابات التي حدثت وحصار القطاع، اتخذ كل الإجراءات بالتعاون مع دول إقليمية والمجتمع الدولي وكل هذا لمنع أي تحرك للفلسطينيين، ولكن كل هذا لم يمنع حركة الفلسطيني أو المقاومة الفلسطينية من إيجاد الثغرة المناسبة. والآن هو نفس الشيء، يعني هذا في إطار الحلقة المفرغة، كل ما يقوم به الاحتلال حلقة مفرغة، وما كل المقترحات الإسرائيلية حتى الآن أعتقد أنها يعني غير منطقية نهائيا، وقد لا تلقى استجابة من الآخرين، سواء ما يتعلق بمعبر رفح أو معبر كرم أبو سالم أو بالمنطقة العازلة أو قوى أمنية في الداخل. كل هذه تصورات هلامية لن تؤدي إلى النتيجة الحقيقية، هي مجرد تعبير عن أزمة الكيان الصهيوني، سواء احتل القطاع أو انسحب من القطاع. إذا بقي اليوم الاحتلال الإسرائيلي في القطاع فهو يواجه المستنقع الذي يتحدثون عنه، سيضع جيشه في المستنقع، وهذا ما يقوله العسكريون. العسكريون الصهاينة اليوم يتحدثون عن أنهم فعلا باتوا يعني في وضع مأزوم، هم لا يعرفون كيف يواجهون ولا ماذا يواجهون ولا إلى أي متى سيواجهون، والسياسيون أيضا لا يعرفون الخطة الحقيقية لهذا، وهذه الخطة أيضا لا تحظى لا بالدعم الدولي ولا تحظى بالدعم الإقليمي. لماذا؟ لسبب بسيط، هو أنها لا تستند إلى أفق بعيد المدى لحل هذه القضية. بالنهاية اليوم أهم ما أنتجه 7 أكتوبر أخي طوفان الأقصى أخي الكريم أنه أعاد القضية الفلسطينية إلى طاولة البحث. الرأي العام العالمي كله كما شهدنا جميعا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية باتوا يعني يتحدثون عن حل القضية الفلسطينية، وليس حل قضية 7 أكتوبر أو حل قضية صراع غزة والكيان الإسرائيلي. اليوم الكل يتحدث عن حل القضية الفلسطينية، وهذا هو السؤال الذي يريد أن يهرب منه نتنياهو وحكومته المتعنتة، وهذا هو المأزق الحقيقي لهذه الحكومة. طيب دكتور عبد الرحمن الفرة، منطقة عازلة ومعبر جديد، ما دلالات ذلك وأهدافه وفرص نجاحه أيضا؟ يعني نقف عند مسألة مهمة، من يعني بادر في 7 أكتوبر هي المقاومة الفلسطينية، وهذا يعني أن المقاومة الفلسطينية كانت ذاهبة لتحقق أهداف معينة. أولا طبيعي أن يعني تسقط كثير من المشاريع وتستبق الضربات الصهيونية، وهذه الحديث يمكن من بداية المعركة ونحن نتحدث عنه، ولكن ما أريد الوقوف عنده هنا أن من يقوم بعمل مبادر وعسكري على الأرض طبعا هو يريد أن يغير شيء في الواقع السياسي.
الآن المقاومة الفلسطينية تعرضت إلى خذلان، لم تتوقع بعض التفاصيل، ردة الفعل الصهيونية كسرت كل القواعد. اليوم المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وجدوا أنفسهم أمام حرب كونية. هذه كلها معادلات يجب أن تعيدنا إلى مربع ما الذي تريده إسرائيل الآن من الحرب. لذلك إسرائيل هي تدمر وهي تنتظر نتائج هذا الدمار وما الذي ستحصله، بعد ذلك تفكر. يعني إسرائيل لم تكن خارجة لتفكر في مخطط جديد وأن تنشئ معبر، هذه كلها أفكار تأتي على الطريق ما تستطيع إنجازه. يعني بصريح العبارة كل لحظة في زمن هذه المعركة هو فارق ويؤثر في كل المشهد السياسي، ومسألة معبر أو مسألة مساعدات إنسانية أو من يقود المشهد في اليوم الثاني المعركة هو مرتبط بالمنظومة. تخيل معي أخي الكريم، لا سمح الله بعد قليل يأتينا خبر أن يحيى السنوار والقيادة الأولى لحماس في قطاع غزة تم القضاء عليها. تتخيل أن نكتشف أنه بعد قليل تم الوصول إلى الأسرة. تتغير كل الخطط وتتغير كل المشهد. لذلك نحن نقول أن استمرار المعركة هو من أجل البحث عن مكاسب. إسرائيل إلى الآن هي الخاسر الأساسي في هذه المعركة. المقاومة الفلسطينية بعد أن خذلت في تحقيق أهداف استراتيجية في هذه المرحلة قامت بالمناورة بصمودها وبثباتها، وبصمودها وبثباتها هي تخسر هذا الكيان وتفقده كل إمكانية لتحقيق أهدافه، وهي تفوت الفرصة على الصهاينة ومن خلفهم من مأد الفكرة والمشروع الصهيوني والمشروع الفلسطيني. اليوم كما قال ضيفك الكريم وكما نحن جميعا متفقون، القضية الفلسطينية هي على أجندة الأمم وعلى أجندة العالم بشكل ساخن وبشكل حي. واليوم الرواية الفلسطينية انتصرت في معركة الوعي ومعركة الإرادة، وأمامنا مسيرة طويلة يجب أن نفكر فيها جيدا ويجب أن نعد لها العدة. وبالنسبة لنا هذه محطة على الطريق كفلسطينيين، ولا يمكن لنا أن نبقى أسيرين. ما الذي من الممكن أن تفكر فيه إسرائيل؟ ولكن هذا فرض وقائع على الأرض دكتور عبد الرحمن. يعني تم تدمير معبر رفح، واليوم يتحدث الاحتلال عن معبر جديد، ويتحدث أيضا عن إدارة أمريكية وإسرائيلية ومصرية. والإمارات أعلنت أيضا، أو قال الاحتلال بأن الإمارات ومصر أعلنت استعدادها للمشاركة في قوات لإدارة قطاع غزة. وبالتالي يبدو أن هناك تفاهمات إسرائيلية مع بعض الدول العربية والولايات المتحدة من أجل تغيير واقع على الأرض. إذن لماذا إسرائيل الآن تذهب إلى هذا الخيار؟ لأن إسرائيل مضغوطة ولأن إسرائيل لم تحقق شيء على الأرض، وفي المقابل إسرائيل تريد أن تشكل مرحلة جديدة. هذه المرحلة الجديدة هي حاولت عبر المفاوضات أن تذهب إلى بدائل عن حماس، هي حاولت ما قبل المفاوضات أن لا تتفاوض مع حماس لكنها وجدت نفسها مضطرة للتفاوض مع حماس وفصال المقاومة الفلسطينية. بعد التفاوض وبعد الفشل في عملية التفاوض هي تحاول الآن القفز على مرحلة التفاوض وتحاول أن تشكل شيء مرتبط بالمساعدات، ولعل وعسى بالنسبة لها إذا فاتت من بوابة يعني التخفيف من معاناة الناس والتخفيف من أزمة الإنسانية أن يعني تنجح في وضع بين قوسين نموذج. هذا النموذج يكون في معبر جديد تبنيه مع مصر، مع الإمارات، مع بإشراف أمريكي. وماذا قالت وتحدثت ونقلت قبل قليل؟ فلسطينيين. من هم هؤلاء الفلسطينيين؟ إلى الآن هي لا غير قادرة على تحديد. ما هو نتنياهو خرج من اليوم الأول وقال نحن لا نريد لا فتح ستان ولا حماس ستان. إذن من هم هؤلاء الفلسطينيين؟ هو حاول مع العشائر ولم ينجح، حاول مع قوة معينة ولم ينجح، حاول إدخال عناصر تتبع إلى مخابرات السلطة الفلسطينية في رام الله وفشل. هو اليوم يحاول أن يقفز إلى الأمام ولكن لا يوجد أقدام على الأرض ولا يوجد مساحة يقف عليها. طبعا في النهاية اليوم هناك يجب أن تصنع بدائل، لأن المشهد الدولي لا يقبل بهذه المجاعة ولا يقبل على عجزه وعلى ضعفه وعلى عدم قبولنا أصلا بهذا الشكل وهذا المستوى من التفاعل. ولكن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أمام مشهد صعب جدا، أمام شارعها وأمام شوارع العواصم الغربية. كيف يقتل شعب ويجوع بهذه الطريقة في 2024؟
2020. هذا مشهد خطير بالنسبة للإنسانية وللعالم. ولكن اليوم علامات الاستفهام في ظل تفعيل معبر كرم أبو سالم، في ظل إعادة تشغيل المرفأ، وفي ظل عمل معبر جديد بجانب معبر إيرز شمال قطاع غزة، وفي ظل إيجاد بدائل، إلى الآن هذه البدائل لا تشكل شيء من مما كان يعني يقدمه معبر رفح ويسهله معبر رفح. لذلك هم يحاولون القفز إلى الأمام ويحاولون الضغط على المقاومة الفلسطينية، وكأنهم يقولون للمقاومة إما أن تقبلوا بشروطنا في طاولة المفاوضات وإما سنذهب إلى بدائل. وهم يعلمون أنفسهم أنهم من عجزوا على صنع هذه البدائل بالإيد والنار ولن يستطيعوا أن يفرضوها بالسياسة.